السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الاسد. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. القراءه مفتوحه. طيب قول ورايا الدعاء الحلو ده: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقله حيلتي. يا رب الدعاء ده يدخل على قلبك على طول وربنا يستجيب ليك، وان شاء الله باذن الله تلاقي كل اللي انت محتاج تعرفه او محتاج تلاقيه الفتره اللي جايه. يلا بينا بقى نشوف قراءتنا مستخبينا ايه وايه التبشرات اللي عندنا من كل حاجه، ونقول بسم الله يا برج الاسد الفتره دي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفترة دي انتوا عندكم طاقة، والطاقة اللي جواكم دي كبيرة جدا، ان انتوا تفضلوا طول الوقت مستحملينها ومش عارفين تطلعوها او تعبروا عنها. لكن الفترة اللي جاية في قرارات مهمة جدا هتاخدوها، في امور هتمشي زي ما انتوا عايزين، لان انتوا واقفين وفي اكتر من عراقيل، اكتر من عقبة موجودة قدامكم. بس لكن بامر ربنا هيبقى في طريق مفتوح، والطريق المفتوح ده هيبشرك بما انت تنتظر. كمان ان الطريق اللي انت ماشي فيه حاليا نهايته تبشرات ليك، فما تقلقش خالص، لان في اكتر من حاجة عندك هتبقى حلوة. في ترتيب امور، ترتيب اشياء، ترتيب حاجات عندك او عندكم شغلة بالكم. بقالكم فترة حاسين باليأس، بقالكم فترة حاسين ان انتوا لوحدكم، في اكتر من طريق حاسين ان هو مقفول في وشكم، مقفول، حصل فيه عراقيل. بس لكن بفضل ربنا في اكتر من حاجة هتتفتح لقدام، اللي جاية قدام عينكم. عندكم كمان حظ، والحظ ده واقف، الحظ ده وراه فرج، هيبقى الحظ هيتفتح قدامكم، هيبقى تحسين نفس، تحسين ده. الامور اللي عندكم هتبدأ تتظبط. يعني لو كان عندكم امر متعطل او امر في عراقيل او امر في عقبة، انتوا بصلوا من بعيد، لان مستنيونه ينجح. انتوا في مخاطرة، دايما بتخاطروا بحياتكم. ليه؟ من اجل الاخرين. لكن انتوا باذن الله، باذن الله في تحسنات داخليه وخارجيه على جميع الاوضاع بتاعتكم. هتبدا الامور عندكم تتيسر واحده واحده، هتبدا الامور تاخد وتدي معاكم، وان شاء الله باذن الله هيكون في تفاؤل. انتوا يعني انتظرتوا كتير واستنيتوا كتير من ناس كتيره جدا، يعني استنيتوا ورث، استنيتوا الشريك يعملكم معاملة كويسة، حد يعملكم معاملة كويسة، بس ما لقيتوش حد. انتوا عندكم مفتاح، والمفتاح ده هيكون مفتاح فرج، مفتاح تغيير، مفتاح طاقة، مفتاح حظ، الله اعلم. انتوا عندكم اكتر من انفراجات الفترة اللي جاية هتترتب زي ما انتوا عايزين. انتوا واقفين وحاطين ايدكم على خدكم، او قاعدين وحاطين ايدكم على خدكم ومستنيين التغيير. انتوا عندكم حد حاططكم في بالكم، حاططكم في باله، باله مشغول بيكم دايما، حاطط عليكم، عمال يخون، عمال يحفر، عمال يجي عليكم، الله اعلم. لكن انتوا ساكتين وبتقولوا ان الله مع الصابرين، وصبركم ده باذن الله هيكون طاقة تجديد لجميع الاسعد بتاعتكم. لان انتوا قررتوا ان انتوا تغيروا من نفسكم، قررتوا ان انتوا تطلعوا من اي طاقة مأثرة على حياتكم. فاضل لكم اكتر من يومين، او في حدود يومين، 3 ايام، 4 ايام، وهيكون في تغيير حلو. التغيير الحلو ده هيفرحكم وهيطلعكم لبر او لطريق جديد، لمكان جديد، الله اعلم. انتوا ماشيين بما يرضي الله مع الاخرين، وقلقانين جدا ان انتوا بتتعاملوا بنية سليمة. كمان الفترة دي ان شاء الله باذن الله، باذن الله في نصرة. النصرة دي حلوة جدا، نصرة على عدو، نصرة على اشخاص في حياتكم، الله اعلم. النصرة دي مربوطة بدماغكم بقالكم مدة عمالين تفكروا فيها. عندكم حكم، انتوا لاما هتبقوا في شهرة، لاما هتاخدوا مركز كويس، او هتقعدوا قعدة كويس، الله اعلم.
الايام دي ممكن يكون انتوا حاسين بالتوتر، حاسين بالضعف بينكم وبين نفسكم، لكن انتوا بسبب الامور اللي هتتخطوها هتبقوا اقوى، الامور هتبدا تتدخل تتحسن. بس عايزاكم تاخدوا بالكم الفتره دي، لان في واحده وراكم، الواحده اللي وراكم دي كذابه ومنافقه وبتلعب بمشاعركم او بتلعب بيكم، حيه بومه انطبق عليها كل الكلام. انتوا مدينها الامان ومدينها الحب والحنان، لكن هي مش كويسة، وممكن تكون هي طرف ثالث بيتدخل في خصوصياتكم. انتوا مظلومين، اتخنتوا، اتكسرتوا، اتوجعتوا بمعنى الكلمة، لكن بفضل ربنا انتوا بتعدوا بسبب تجديد الطاقة اللي ربنا بيديها لكم. كمان انتوا عندكم ناس من اهلكم وناسكم، الناس اللي من اهلكم وناسكم دي مش حبالكم ان انتوا تكونوا مرتاحين في ارض المكان اللي انتوا فيها، انتوا هتتغيروا. كمان انتوا هنا في حد طمعان فيكم، يعني حد طمعان فيكم بيشتري، الحد ده ممكن يكون بيشتري كل حاجة بالفلوس، الحد ده عايز فاكر ان هو هيشتريكم بالفلوس، معرفش ان انتوا عندكم مبادئ، معرفش ان انتوا عندكم حاجات ما بتتخطهاش. لا، هو شايف ان ممكن يشتري كل حاجة بالفلوس، شايف ان كل حاجة مباحة قدامه بالفلوس، وانتوا طبعا هتدوه درس هيندم عليه. وزي ما قلت ان الطاقة اللي فيكم مش محتاجة ان انتوا تنهتوا فيها، الطاقة اللي جواكم يدوب على قدكم، فياريت تاخدوا بالكم كويس جدا من نفسكم الفترة اللي جاية، لان انتوا بتتخطوا، في ناس بتتخطى الحدود في التعامل معاكم، وبمجرد ما بتتخطى الحدود معاكم بتتعبوا نفسيا. انتوا عانيتوا كتير وبعدتوا عن ناس، الناس اللي بعدتوا عنها دي كان لازم فعلا تبعدوا عنها، لان فعلا الناس اللي كنتوا موجودة في المحيط بتاعكم دي عرفتوا قد ايه ان هم كذابين. حاليا انتوا بتحاولوا ترضوا نفسكم، بتحاولوا ما تجوش على نفسكم من اجل الاخرين، بتحاولوا نبصوا على تحسنات الاوضاع بتاعتكم. الفترة اللي جاية بفضل ربنا هيبقى فيه خطوتين، الخطوتين دول هيبقوا وراهم قرارين او هما قرارين، وهيبقى الايام اللي جاية هتبقى تحسن ليك، وهيبقى فيه تيسير حلو جدا لحياتكم. بلاش القلق، انتوا بالكم مشغول اليومين دول بدين، بالكم مشغول بماديات، لاما مستنيين بتاخدوا قرض، لاما مستنيين قرض، لاما في فلوس مستنيين تاخدوها، الله اعلم. اليومين دول انتوا حاسين هم صعبين على حياتكم، بدأت الاسعار تغلى عندكم، بدأت الامور عندكم تتعقد شوية، لكن الايام اللي جاية باذن الله هتكون ايام خير لكم، وهتكون ايام هنا بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انتوا دايما بتقولوا يا رب، واحنا مناش غير يا رب، ما تقولوش غير كده، بس عايزاكم تخلوا بالكم ان انتوا بتتعبوا، القولون بيتعمل عليكم، القولون عصبي جدا عندكم، وعصبيتكم الزايده بتأدي الغضب وطاقه توتر وطاقه تعب نفسي. يا ريت تخلوا بالكم وبلاش، يعني دايما تهدوا اعصابكم وما تاخدوش كل حاجه بعصبيه. في حد ناوي يعمل عمليه عندكم او ناوي يزور الطبيب، حاسس ان هو تعبان، فيه وشويه تعب عندكم وشويه فحوصات، وباذن الله الامور هتتيسر. انتوا حاسين ان انتوا دايخين، حاسين انه في حد ما بيسمعش كلامكم، او في حد مش يعني انتوا مش يعني في حاجه مختلفه عندكم، في امور واقفه قدام عينيكم، انتوا حاسين ان انتوا متحملين وواقفين ومش قادرين تستحملوا اللي انتوا فيه. في عندكم اكتر من حد مش حابب الخير ليكم، والناس اللي مش حابه الخير ليكم دول هم من دمكم ولحمكم، محدش بيجيلكم من بره، يعني اللي بيأذي فيكم من جوه لحمكم، يعني قريب جدا. كمان انتوا هنا متألقين جدا وواثقين في نفسكم جدا، واثقين في قدراتكم، واثقين في قراراتكم، واثقين في كل حاجه في حياتكم، وبتقولوا ان الله مع الصابرين. انتوا عندكم شوية مشاكل مع ابراج نارية، ابراج ترابية، في شوية مشاكل بينكم، في شوية لخبطة،
في شوية ان انتوا مش عارفين تاخدوا حاجة، يعني انتوا ما بتعرفوش تسكتوا على الغلط ابدا. ممكن الغلط يخلي ردة فعلكم صعبة قاسية، ما بتعرفوش ابدا تشوفوا حاجة غلط وتسكتوا. بس لازم تحصنوا نفسكم الفترة اللي جاية، لان في حسد شديد جدا، والحسد الشديد ده مؤثر على جسمكم ومؤثر على وقف حالكم. في ناس منكم، الناس اللي منكم دي بيغيروا منكم، هم شبهكم، يعني شبهكم في طاقة، في نفس الحال اللي انتوا فيه، بس فيهم حقد وغل اتجاهكم، فيهم غيرة، بص لكم بطريقة مش لطيفة، او في اكتر من امر معقد حياتكم، في اكتر من امر واقف عندكم. انتوا عايزين تطلعوا من الطاقة دي، والطاقة دي هي اللي بتخليكم تاخدوا قرارات مع الشريك ظلمة وبحسد بطريقة كبيرة جدا. ثمان خطوات بالظبط، وهيبقى فيه انفراجات، عندكم زواج، عندكم استقرار. انتوا مريتوا الفترة دي بانفصال، او خدتوا قرار الانفصال عن الشريك، لان حسيتوا ان في امور واقفة قدام حياتكم، وعشان كده قلبكم كان فيه قهر، وزي ما قلت ان هو حصل فراق بينكم وبين الشخص اللي كان في حياتكم، وده بسبب الطاقات اللي مؤثرة عليكم. انتوا بتتأثروا جدا بالحسد، بتتأثروا جدا بالطاقة، بتتأثروا جدا بالوضع اللي انتوا فيه، وده طبعا أثر على علاقتكم العاطفية، وانتوا مش حاسين حاليا براحة. كمان الفترة اللي جاية هيخرج ربنا بإذن الله من حياتكم ست، الست دي من أهل الشريك، من أهل الشريك هيخرجها من حياتكم، لأن هي فعلا ظلماكم، هي عاملة لكم طاقة مأثرة عليكم، الشريك بيسمع كلامها، الله أعلم. انتوا عندكم اكتر من قاعده، الفتره اللي جايه هيبقى فيها تحسين، وهيبقى في صلح على جميع الاوضاع بتاعتكم. عندكم قضيه، القضيه دي فيها جلسه او فيها طاقه، وهيبقى فيها تغيرات باذن ربنا. انتوا ناويين تقوموا على او تقفوا على ارض صلبه، والارض الصلبه دي هيبقى الطريق، طريق جديد ليكم. الطاقة السلبية اللي مؤثرة على حياتكم بتعمل لكم اكتر من حاجة مش كويسة خالص. انتوا بإذن الله، بإذن الله هيبقى في نجمة، النجمة دي هتنور حياتكم، علشان من خلال النجمة دي هيبقى وراها سفر، هيبقى وراها نجاح، هيبقى وراها تحسين في الامور عندكم، تحسين في الاوضاع بتاعتكم. او البعض منكم عايز يسافر عشان يشوف شغله، البعض منكم عنده دراسة في طريق جديد. انتم مقدمين حاليا على شغل، مقدمين على اكتر من حاجة في حياتكم، او في اكتر من حاجة في بالكم، فان شاء الله بفضل ربنا هيبقى في تقدمات حلوة وتغيرات ايجابية على جميع الاوضاع بتاعتكم. كمان انتم ممكن يكون عندكم الفترة دي طاقة، والطاقة دي هتبقى من وراها فرج، لان انتوا حاليا ممكن بتمروا بالضيق وبتمروا بالتعب النفسي والجسدي، ومش عارفين ايه الاوضاع اللي بتحصل عندكم، او مش فاهمين الحالة اللي عندكم. انتوا هتحمدوا ربنا ان انتوا هتكتشفوا ناس على حقيقتها، هتكتشفوا حد بيخون، حد بيظلم، حد كذاب، في اكتشاف حقيقة بفضل ربنا، والاكتشاف الحقيقة دي هتخليكم تحمدوا ربنا، وهتقولوا دي نعمة ربنا اكتشفها لنا علشان نطلع من اللي احنا فيه. طيب في حد في سجن عندكم، في حد في ضيق عندكم، انتوا تعبتوا من ظلم، من كسرة قلب، تعبتوا من حاجات كتيرة جدا. في حد من دم ولحمكم، من الاخت او الاخ، يعني خسروكم حاجات كتيرة جدا، ظلموكم، يعني الله اعلم عملوا لكم ايه، بس هم وجعوكم،
ومحدش سرقكم غير اللي من دمكم ولحمكم. في حد عندكم كان علاقتكم بيه قوية وخد مال من عندكم او سرقكم ومشي، او انتوا كان لكم علاقة بحد وكنتوا دايما في تواصل وفجأة اتقطع التواصل، معرفينش عنه حاجة ولا عارفين توصلوا، في حاجة عندكم متلخبطة. فانتوا الفترة اللي جاية هيكون في صلح او في استقرار نفسي. الاستقرار النفسي ده هيكون نفسي وجسدي والطاقة فرق، لان زي ما قلت الوضع بتاعكم هيبدأ يتحسن وهيبدأ الامور واحدة واحدة تلاقوا فيها اللي انتوا محتاجينه. فطول ما انتوا عايزين تحسنات على جميع الاوضاع بتاعتكم، يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم، لان الوضع اللي انتوا بتدخلوا نفسكم فيه بيأذيكم مش بيحسن من الاوضاع بتاعتكم. وزي ما قلت ان انتوا الخوف اللي مالي قلبكم من الخسارة، او انتوا لما بتحبوا حد بتخافوا جدا تخسروه، بتخافوا يبعد عنكم، ده اصلا بيخلي الطرف التاني يتحكم فيكم، بيخلي الطرف التاني يسيطر عليكم، وانتوا ما بتحبوش السيطرة. انتوا بتحبوا تدوا وبتحبوا الامان وبتحبوا الاستقرار، لكن ما بتحبوش حد يفكر يضحك عليكم. بمجرد ما بيفكر يضحك عليكم بتكون انتوا ردله نفس الالم، لان انتوا أذكى من إن هو يضحك عليكم. سمعتوا كلام، والكلام ده من شخص كان مقرب ليكم، غدر بيكم، أذاكم، ما توقعتوش أبدا إن الشخص ده يعمل فيكم كده، لكن هيكون عندكم مكسب، والمكسب ده زي ما قلت إن هيكون ربح، أو هتكون في رسالة هتفرحكم وهتديكم طاقة إيجابية هتسعدكم، رغم إن في زعل جواكم وفي خوف وحيرة وفي ألم، بتنزفوا ألم أو متضايقين أوي من اللي بيحصل معاكم، لكن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى خطوات بسيطة وهيبقى في علامة النصر، لأن علامة النصر دي هتبقى طاقة فرح، وربنا هيرزقكم برزق وهيعرفكم البومة اللي بتراقب تفاصيل حياتكم. البومة دي من عتبة بيتكم، يعني لا إما من الجيران لا إما من أرض البيت بتاعكم، هي قريبة جدا ليكم وفعلا عارفة كل أسراركم، وبسببها انتوا تعرضتوا للظلم، لكن ربنا هينصركم على الأعداء بتاعتكم. منتظرين مكالمة تليفون بقالكم كام يوم، المكالمة دي حاسين ان هي هيبقى فيها حاجة مهمة جدا، كل شوية بتبص على التليفون منتظرين حاجة معينة الله أعلم، لكن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى الأيام اللي جاية هتكون حلوة وحلوة جدا كمان، لاني من كتر ما انتوا تعرضتوا للظلم بدأتوا تتعاملوا بطاقة مختلفة، بدأتوا تتعاملوا بموضوع مختلف، يعني بدأتوا كده تحسوا ان الامور في حاجة غير اللي انتوا بتتوقعوها. الامور هتبدأ تاخد معاكم طاقة، الامور هتبدأ معاكم تتحسن، الامور هتبدأ معاكم تتظبط الله اعلم. وزي ما قلت انقلاب السحر على الساحر بسبب ان انتوا ظلمتوا، والظلم ده اثر عليكم باكتر من شكل، وحرفيا انتوا ماسكين على ايدكم لاني عايزين تشوفوا شغل جديد، لاني عايزين تعملوا حاجة جديدة، الله اعلم انتوا عايزين تعملوا ايه، بس في اكتر من حاجة جديدة عايزين تعملوها، والاكتر من حاجة دي هتديكم شفاء عاجل لتدبير اموركم. عايزاكم تحذروا من تغيير شخص للأسوأ ليكم، الشخص ده هو من البداية سلبي، انتوا بتتوقعوا ان هو كويس، ده اكبر غلط. انتوا بتتعاملوا مع الشخص اللي معاكم، انتوا بتتعاملوا مع الشخص اللي معاكم بنية صافية، لكن انتوا ما بتعرفوش هو بيتعامل معاكم كده ليه. فان شاء الله بإذن الله هيبقى في طريق جديد، وكمان انتوا هتاخدوا بالكم جدا من شغلكم، لاني هتعرفوا مين الشخص اللي عمال يفتن عمال يقلب الترابيزة عليكم. تحصين النفس من الطاقة السلبية خير، العند اللي فيكم وان انتوا بتحبوا المغامرات والتحديات ده بيوقعكم ساعات في مشاكل، لان مش دايما بيكون لصالحكم، مش دايما بيكون القرار الصح او الطريق الصح اللي انتوا بتاخدوه. فانتوا في انتظاركم فرحة حلوة، في انتظاركم تغيير حلو، في انتظاركم طاقة فرج على جميع الأصعد بتاعتكم، بس لازم تهدوا وتخلوا بالكم من نفسكم
واعصابكم دايما تكون هاديه، عشان انتوا مش هتستفادوا اي حاجه من حد، ولا هيبقى ليكم علاقه بحد. بالعكس، انتوا طاقتكم كلها بيبقى فيها نور، يعني طاقتكم كلها فيها تحسن. الوضع بتاعكم بإذن الله بإذن الله كلها فترة معينة وهيبدأ يمشي على مجاريها. البعض منكم عنده سفر، وزي ما قلت حاجزين أو هتحجزوا على سفر، هتحجزوا على حاجات جديدة. في برضو شراء هدوم، انتوا داخلين على فرحة حلوة جدا، وفي خطوبة أو في زواج، في استقرار عاطفي بإذن الله، وهيوصلكم الخبر اللي انتوا مستنيين. عندكم حاجة فيها اختيار أو فيها تفكير رهيب الفترة دي، بسبب ان انتوا عايزين تفعلوا حاجة وفي حد عايز يفعل حاجة تانية. في حاجة عندكم واقفة وانتوا لسه ما بدأتوش فيه، فأموركم بإذن الله هتبدأ تترتب واحدة واحدة. انتوا بس ما تقلقوش، فانتوا عندكم تدبير امور احسن من الاول. يعني شوفوا انتوا الاول كان ايه ودلوقتي هيكون ايه. الامور دي هتخرجكم من اي طاقة، بس انتوا عندكم طرف تاني وحاطين عليه علامة اكس، طرف تاني وناويين تموتوه، مش تموتوه تقتلوه، لا تموتوه ان انتوا تاخدوا حقكم منه. الشخص ده مقرب ليكم وانتوا عارفينه كويس جدا، هتبدأوا تاخدوا طاقات بتاعتكم بطريقة مختلفة، هتبدأوا تحسنوا من جميع الأوضاع بتاعتكم، وهتطلعوا من حالة التوتر وحالة الخزلان اللي انتوا بتمروا بيها من الناس اللي حواليكم. الفترة دي انتوا مشتتين في أفكار كتيرة جدا، قاعدين وحيرانين، لكن هتقعدوا مع شخص كبير في السن وهيديكم نصيحة هتعملوا بيها جدا. انتوا في كل الأحوال دايما بتكونوا كسبانين، لأن انتوا بتتعاملوا مع اللي قدامكم بما يرضي الله، ولو هو ما تعاملش معاكم زي ما انتوا بتتعاملوا معاه بتخسروه وبتمشوا. حاليا انتوا بتعانوا من الخمول والكسل والإرهاق والتعب اللي بيجي لكم من غير سبب، بيسيطر على جميع الأوضاع بتاعتكم دي من بس سبب العين. ما تبينوش دايما أحسن ما عندكم، خدوا بالكم، لأني زي ما قلت الحسد بيأثر عليكم وبيضايقكم وبيتعبكم نفسيا. ففضل ربنا سبحانه الله وتعالى كل الطرق الفترة اللي جاية هتبقى فيها تحسنات حلوة، والدخل بتاعكم هيبدأ يتظبط على جميع أوضاعكم. فبلاش تخلوا بالكم مشغول أبدا بأي وضع سلبي ولا بأي حاجة تتعبكم نفسيا وجسديا وتعمل لكم عراقيل انتوا تقدروا تستغنوا عنها، لان انتوا وشكم بدأ يصفر، وشكم بدأ يتعب. ليه؟ بسبب ان انتوا بتدوا الناس اللي في حياتكم اكبر من حجمها، ما تدوش حد اكبر من حجمه، كل واحد ادوه الحجم اللي هو يحتاجه ويستاهله. طول ما انتوا بتكبروا الناس على حياتكم هيفضلوا يتنططوا عليكم وهيفضلوا يتعبوا فيكم. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم، ولو عجبتكم انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل اللي زيكم.